دائما بصباحاتنا بيكون معنا ضيوف بنحكي اليوم عن أهمية التشبيك بين الجامعات وبين سوق العمل. كتير أشخاص بيكون عندهم مهارات بس ما بيعرفوا يسوقوا لحالهم أو ما بيقدروا يحصلوا على فرصة العمل اللي بتناسبهم. صحيح نرمين، ويمكن لهذا الشيء العمل على تطوير المهارات والسي في وكيف ممكن يتقدم وكيف أنا ممكن روح أقدم نفسي لأي مكان بدي أشتغل فيه هو أهم شيء يمكن ببداية حياة المهنية لأي شخص راغب بأنه يتوظف بأي مكان. لهيك سعت وكالة دؤوب للتوظيف أنه تسعى لتحقيق هذا الموضوع بين الباحثين ونشر فرص العمل. أيضا رح نحكي أكثر كيف ممكن يتحقق هذا الشيء ومعلومات مع ضيوفنا لليوم بالاستوديو، سالي اسماعيل مؤسسة وكالة دؤوب للتوظيف، وزياد جدعان مدير التطوير والتأهيل ضمن الوكالة. اهلا وسهلا ويسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي. رح نبلش معك مدام سالي ونحكي اليوم عن فكرة دؤوب، كيف بلشت وايمت بلشت؟ دؤوب هي فكرة ما كانت سورية، نحن كنا مقيمين خارج سوريا فحبينا ننقل فكر وكالات التوظيف بشكل حقيقي لسوريا. إيجاد هذا الفكر كان أول مشروع لنا بنهاية السنة الماضية بالسنة 21 بتوظيف 124 موظف لأكبر سلسلة مطاعم بدبي. هو هي كانت بداية المشوار تبعنا. كان هذا التوظيف مدفوع التكاليف بشكل كامل، الشباب ما دفعوا نهائيا ولا شيء، ما كان فقط اللي كلفهم هو فحص البي سي آر تبعهم. من بعد منا خلال فترة المقابلات اللي سويناها، كانت المقابلات أكثر من 2000 مقابلة اللي قدرنا نختار هدول الأشخاص، اكتشفنا أنه في هو كتير كبيرة بين الشباب الباحث عن العمل وبين فرص العمل الحقيقية. فبوقت منا قررنا أنه لا، لازم نساعد الشباب بشكل حقيقي وبشكل على الواقع بالأرض بشكل مظبوط. لهيك قمنا بفكرة إنشاء وكالة دؤوب للتوظيف. يعني شيء كتير مهم، ولهيك اليوم كمان بدي أسأل حضرتك أستاذ زياد، يعني قطاعات كبيرة اليوم يتضمنها سوق العمل، ما عادت فقط القطاعات القديمة التقليدية اللي الناس متعودة عليها، وبالتالي خلق روح تنافسية جديدة وعرض وطلب جديد بين المتقدمين وأرباب العمل. شو أهم القطاعات اللي اشتغلتوا عليها ضمن وكالة دؤوب؟ هلا نحن فعليا اشتغلنا على كافة القطاعات، بس أهم القطاعات اللي اشتغلنا عليها هي القطاعات الصناعية التجارية والصناعات والقطاعات المهنية، بحيث أنه نقدر نجهز أو يكون نساعد الشباب لحتى يكونوا جاهزين أنهم يدخلوا بقطاع العمل ويكونوا عنصر فعال بمجال العمل. سالي، اليوم لما نحكي عن فكرة دؤوب، أنتوا لينك صلة وصل اليوم بين أصحاب العمل وبين الأشخاص الباحثين عن العمل، خلينا نحكي هيك ونوضح أكثر للمشاهدين عن آلية عملكم، كيف عم تكون؟ هلا نحن آلية عملنا هي مقسومة لشقين، الشق الأول هي شق طالب العمل، والشق الثاني هو شق صاحب العمل أو أرباب العمل فينا نقولهم. بالنسبة لطالبين العمل الباحثين عن فرص العمل، بيقدموا السي في تون عن طريق الموقع تبعنا بشكل تقليدي بشكل عادي، وما في داعي للتقديم لاكثر من مره واحده كافيه، لانه نحن في عندنا سيستم داخلي بالويب سايت، لانه بنقدر انه نفلتر السي فيات من جوا، بنقدر انه نختار بناء اكزاكتلي نفس الفرصه اللي معروضه، فمره واحده هي كافيه للتقديم للموقع. هي بالنسبه للباحثين عن العمل، اضافه لانه نحن اوريدي بننشر فرص العمل اللي موجوده بشكل كامل على التواصل الاجتماعي، على صفحات التواصل الاجتماعي. هلا بالنسبه للشركات، الآلية جدا مختلفه عن ما هو مطروح بالسوق السوري. مجرد ما خبرتنا الشركه انه هن بدهم موظفين، نحن منتابع مع هاي الشركه، بناخذ منهم بالضبط شو المهارات والكفاءات اللي بدهم اياها من هذا البوزيشن، من هذا الموظف. بيتم البحث عن الموظف يكون مطابق بالضبط للشركه هي مثل ما طالبه. بالنسبة فينا نقول البوزيشنز البسيطة أو للعمال، فهو بيكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وما في يعني إنه سهل إيجادهم، أو نحن شبكنا مع منظمات ومع جمعيات بالنسبة للطبقة العاملة بالمصانع والمعامل. هلأ بالنسبة للطبقات السينيورز أو اللي هن الخبرة، نحن ما بنتجه فقط لموضوع الإعلان، نحن بنعمل شيء اسمه الهيد هانتنج اللي هو اصطياد الخبرات، بنوصل الشخص، نحن بنلحقه، بنوصل له، بنشوفه وينه، بنخبره على الاوفر تبع الشركه،
بس ما لقينا الأشخاص المناسبين المؤهلين لهدول البوزيشنز بيكون عندهم مقابلة أولى عنا نحن بالوكالة. ما بيتم ترشيح أي شاب أو صبية من وكالة دؤوب للتوظيف إلا ما يكونوا عاملين مقابلة شخصية معنا نحن بالوكالة لنتأكد أنهم هن يكونوا جاهزين لهي الفرصة، بعدين بيتحولوا للمقابلة الثانية بالشركة. طيب هذا الشيء كتير مهم، واليوم كمان نحن عم نحكي يعني بهذا الوقت كتير بيكون في عند طلاب الجامعات نفسهم رغبة بأنه يا ريت يكون في برامج معينة تبلش مع طلاب الجامعات، أنه أنت كيف ممكن تلاقي فرصة عمل ضمن هالإمكانيات. هلأ في طلاب صاروا يعملوا دورات وهنين عم يدرسوا، لأنه بنعرف معضلة الخبرة وأنت لسه خريج جديد، ففي منهم صار يلحق نفسه يعمل دورات وهو عم يدرس، في منهم ما بيلحق. فكيف حليتوا هذا الموضوع؟ هيدا الموضوع نحن حليناه بطريقة مبتكرة صراحة. تم التنسيق مع أهم الخبرات اللي موجودة، الخبرات السورية بس الخبرات المهنية، مو الخبرات يعني خبرات علمية إضافة لأنها تكون مهنية بالشكل الأساسي، إن كانوا داخل سوريا ولا إن كانوا خارجها. عم نأمن هلأ منح تدريبية لهدول الطلاب ليكونوا جاهزين لدخولهم لسوق العمل من أصحاب المهنة والخبرة. هلا لانه في عندنا نحن فجوه كثير كبيره بقطاع العمل تماما، في عندنا فجوه كثير كبيره، نقص بالكفاءات وبالمهارات اللي موجوده، يا عندنا فريش جراجويتد يا اما في عندي توب سينيورز، ما في عندي اللي هن ان بتوين. فلهذا الشيء نحن حاولنا انه ننسق معهم، وبشكر كل الفريق يلي هن دعمونا صراحه وهن من اهم الخبرات السوريه. حنقدم منح لهدول الطلاب ليكونوا جاهزين لدخولهم لسوق العمل بشكل حقيقي. من المنح التدريبية خلينا ننتقل لموضوع تاني عم تشتغل عليه، هو عم تشتغلوا مع أكاديميين بشكل مباشر ضمن الجامعة، خلينا نحكي أكثر عن هاي النقطة. تمام. هلا نحن تم التنسيق ما بين وكالة دؤوب للتوظيف وما بين أكثر من جهة تدريبية وأكاديمية، بحيث أنه مثل ما تفضلت مدام سالي نقدر نقدم لهم منح ليكونوا جاهزين لا يدخلوا لسوق العمل بطريقة قوية، وبنفس الوقت قمنا كمان بالتنسيق مع أكثر من جهة تمويلية بحيث أنه نقدر ندعم الشباب بموضوع الأمور التموينية، مثلا مثل الشباب بجامعة همك مثلا في عندهم المشاريع التخرج تبعهم، بيبقوا بيتطلب انه يندعم الطالب لحتى يقدر يساوي المشروع التخرج تبعه، او حتى على نطاق انه في بعض الشباب بتتطلب دراستهم انه يكون في عندهم لابتوب او يكون في عندهم اشياء معينه لتساعدهم بالدراسه تبعهم. فنحن امننا موضوع المنح، خلينا نقول ما هي منح، هي تسهيلات تموينية بحيث أنه بدفعات بسيطة للطلاب، بحيث أنه حتى ندعمهم هن أثناء الدراسة ليكونوا جاهزين ليدخلوا بخضم العمل ويكونوا جاهزين خلينا نقول أكاديميا، وبالإضافة لأنه يكون في عندهم الإكسبيرينس أو الخبرة المطلوبة ليقدروا يبتدوا بمجال العمل بشكل جيد. كمان يعني يمكن من الملفت انه انتم مو بس تواصل مثل ما قلتوا داخلي حتى خارجي، يعني بظل هي الظروف في كثير للاسف شباب بحثوا على الانترنت على وظائف عمل، طلعوا لبرا، طلعت الوظيفه ما انا موجوده او ما انا مثل ما يتم الاتفاق عليها، للاسف بيوقعوا بفخ الفخ الغربه مثل ما بنقول. هل بيتم تواصل مع الاطراف الخارجيه او الشركات فأنتم ممكن تأمنوا حتى فرصة العمل الخارجية أن تكون برعاية بحيث يطلع مؤمن؟ هلأ هذا الهدف اللي كتير مهم هو بالنسبة لوكالة دؤوب، لأنه بحكم أنه نحن كنا مغتربين كنا منشوف الشباب شو بصير فيهم لما يطلعوا. في شباب كانوا بيناموا بالطرقات لأنه هن ما لقدروا يلاقوا فرصة العمل الحقيقية، أو انخدعوا أو انتصب عليهم أنه أنا بدفع هيك أنا بلاقي لك فرصة عمل أو هيك. بناء على هذا الشيء نحن عم نتواصل مع جهات تكون جدا معروفه واسماء كثير كبيره لنقدر نامن لهم، مثل ما امننا فرصه العمل الاولى هي تكون مدفوعه التكاليف بشكل كامل. بهمنا انه الشاب يطلع نحن عارفانين لوين رايح، منامته كيف مامنه، راتبه يكون كافي، الظروف يلي الشروط العمل هي حقيقيه 100%.
هلا وبناء بعد ما فتنا بسوق العمل بشكل فعلي لقينا السوق الداخلي هو بحاجة أكبر بكتير للدعم من إنه فرص العمل الخارجية. فحاليا نحن عاملين توقف لفرص العمل الخارجية، تركيزنا الأساسي والكبير هو للداخل السوري. وإضافة لهيك عم نأمن كمان فرص للشباب بدخل عالي، هي ممكن تكون ريمونتلي اللي هو أونلاين، كمان عم بيكون دخلهم كتير منيح بس بآلية ومنهجية مختلفة كمان تماما. عم بيكون في كونتراكت بيننا وبين الشركة الموظفة وبين الموظف ليضمن حقه. الموظف ما بيبلش دوام ولو يوم واحد ما يكون راتبه محول على دؤوب، فنحن بهاي الطريقة ضامنين حق الشاب اللي عم يشتغل ريمونتلي انه انا بعرف اني بخلص شهري بيجي بيقبض راتبه من عنا، نحن من الوكالة ما بيتم التحويل عليه طبعا. فهي نحن كمان عم نحاول ندعم الشباب بكل الجهات او بكل الطرق. هي احدى مصاعب العمل اونلاين، يعني كثير بنعرف عن اشخاص ونسبه كبيره وخصوصا احنا بسوريا نتيجه العقوبات اللي عم تكون، اساس التحويل الرواتب عم تكون صعبه او شوي معقده. خليني اسالكم اليوم عن نسب التوظيف وفرص العمل يلي قدمت من خلال دؤوب. نسب التوظيف هلا نحن ما فينا نقولها كارقام بشكل فعلي، نحن السل جداد، يعني نحن فعليا بعد سنه تقريبا هلا بعد سنه الحمد لله نحن بالنسبه لنا بنلاقيها انجاز كثير كبير انه قدرنا نحقق قريب ال 300 فرصه عمل، ان كان ريمونتلي ولا ان كان اون سايت او كان كعقود عمل خارجيه. فنحن كوكاله هذا الشيء يعني بنلاقيه انه مرضي جدا. الخطه لهي السنه هي تكون اكثر من 6000 فرصه عمل وان شاء الله ماشيين على هي الخطوه. لهيك عم يكون في عنا برامج تدريبيه وعم بيكون في عنا منح تدريبيه، وتواصلنا مع الشركات عم بيكون بشكل كثير اكبر لنحاول انه نساعد اكبر قدر ممكن من الشباب والشركات. نعم. يعني اليوم هذا المجال استاذ زياد مجال صعب كتير ومانه سهل، ويمكن حتى انتم بعملكم في بيصير في روح تنافس بين يا ترى انا بروح لعند هاي الوكاله ولا بروح لعند هاي الجمعيه. بنعرف هلا حتى موضوع التوظيف صار في كتير جمعيات عم تطرح برامج، ومن فتره كان في حتى مؤتمر عملوه للتوظيف برعايه رئيس مجلس الوزراء. طيب اليوم كيف انتم قدرتوا تميزوا نفسكم وتنوجدوا بالسوق السوري ويكون فعلا فرصه العمل من عندكم حقيقيه؟ هلا نحن بحكم انه وكاله دؤوب للتوظيف هي اول وكاله توظيف مرخصه على مستوى دمشق والمنطقه الجنوبيه والثالثه على سوريا، حاولنا شوي نكون بعاد عن موضوع عن الديتيلز اللي عم يشتغلوا عليها بغير شركات اللي هن ممكن يكونوا شركات اعلانيه او بيشتغلوا بطريقه غير اللي نحن عم نشتغل فيها. نحن عم نكون توجهنا بشكل مباشر للشركات لنشبك مع الشركات اللي هي بحاجه للكوادر بلس مساعده الشباب والكوادر يلي موجودة لنقدر إنه يكونوا في تواصل بيناتهم بشكل مباشر. وهدفنا هو مساعدة الشباب، فحاولنا قدر المستطاع إنه ما يكون في أي نكون ما في عوائق ما يكون في عوائق بالضبط. من خلال المقابلة الأولى كمان نحن هي قدرنا أنه نتميز فيها بشكل كتير كبير عن كل اللي موجودين. يعني نحن هي بحكم أنه نحن وكالة توظيف مرخصة، فهذا الحكي نحن في عنا فيها ميزة أنه نقدر أي شاب بترشح عن طريق وكالة دؤوب للتوظيف هو بيعمل المقابلة الأولى عنا نحن بالوكالة. فهذا الشيء الشركات هي صارت عم تلمسها لمس حقيقي، فصار وقت أي عملية توظيف عم تتم لأي شركة عم نلمس منه إيجابية كتير كبيرة، إنه طريقة التعامل معكم هي مختلفة تماماً عن أي طريق. فنحن عم نمشي بالكواليتي نت كوانتيتي، فهي نحن بالنسبة لأنك شيء كتير مهم إنه لا أنا بقدم كواليتي كتير بكون كتير صح، درب الشباب كتير صح، بوجههم كتير صح، وبعدين اسم دؤوب لحاله بيكبر. ولو سريعاً جداً هيك نصيحة اليوم لكل الشباب يلي عم يبحثوا على فرصة عمل، حدد هدفك، عارف شو بدك بشكل حقيقي، ما تستنى لحتى انه انا اوكي بخلص جامعتي بعدين ببلش فكر شو بدي. لا، انت وعم تدرس من لما بتكون بالبكالوريا حدد هدفك، حدد طموحك، امشي على هدفك وعلى طموحك ستيب باي ستيب. بوجود الانترنت العالم مفتوح كتير، في فرص عمل بشكل كتير كبير. ما شرط انه انا داوم بعملي لاقدر اني انا احقق اني انا داوم بشركه لاقدر اني انا احقق فرصه عمل. ممكن انه اقرا، ممكن انه اشتغل عمل ريمونتلي بضيف من خبراتي وبضيف من مهاراتي. اهم
اهم شيء بالنسبه للشباب حدد شو بدك وبناء عليه انطلق. صحيح. يعني بالختام نشكركم على وجودكم معنا، ونتمنى دائما هالفرص تكون موجوده ومتوفره للجميع. شكرا كثير لكم. نحن نشكركم كثير. شكرا كثير لكم. شكرا لاستضافتكم. بدنا نشكر وجودكم معنا لليوم. فعلا نحن مو بحاجه بس تامين فرص العمل، نحن ايضا بحاجه لنحسن واقع ظروف العمل اليوم، وخصوصا بالقطاعات الخاصه. هذا الموضوع ممكن نحكي فيه مستقبلا. شكرا كثير لوجودكم معنا. شكرا كثير لكم. يعطيكم الف عافيه.